صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة التلفزيون مستقبل. اليوم في عنا أربع وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. كان في عنا لكن ضف بيستري باللحمة، هيدا أول طبق حضرنا الحشوة بأول فقرة، وبتاني فقرة طبعا حطيناهم بالعجينة وفوتناهم على الفرن على حرارة 180. أيضا في عنا رز بالخضار مع الفريكة وأيضا عجينة المغربية. كمان مشاهدينا في عنا سلطة الخضار مع الأفوكا وأيضا الشمندر، وعنا كمان طبق الحلو لحلقتنا لليوم عندي الكيك بالمايكروويف. هول هني وصفاتنا بأول فقرة. مثل ما خبرتكم حضرنا الحشوة للحم بعجين. خلينا طبعا نشوف اللحم بعجين. اللحم بعجين بعجينة الباف بيستري، هيدا الطبق حضرناه بأول فقرة من فقرات رشة ملح. طبعا الحشوة هي حطينا قلاية على النار، حطينا فيها زيت زيتون، بصل جوانح لحتى دبل البصل الجوانح، ضفنا اللحمة الخشنة وأيضا رجعنا ضفنا رب البندورة مع سبع بهارات، رشة فلفل أسود، رشة ملح وبقدونس. بتاني فقرة جبنا عجينة الباف بيستري، عجينة بتجي جاهزة، رقيناها وقطعناها بشكل دوائر، حطينا الحشوة بنص العجينة، وبعد ما حطينا الحشوة بنص العجينة فوت العجينة على الفرن على حرارة 180 تقريبا حوالي 20 دقيقة لحتى استوت. عملنا شكل تاني. الشكل التاني كمان هو أنا عملتهم بشكل رول وحشيتهم بهيدي الحشوة. خلينا نشوف بدخلها، لكن هيدي اللحمة مثل ما عم بتشوفوا داخل عجينة الباف بيستري. أنا وياكم مشاهدينا رح ننتقل لنبلش بطبق الحلو لحلقتنا لليوم، الكيك بالمايكروويف. كيف يعني كيك بالمايكروويف؟ أول شيء رح جيب بيض، بدي حط بيض بالخلاط الكهربائي، لكن رح نشوف المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشة. عندي بيض بالإضافة للفانيل، على طول بس نحط بيض دغري بدنا نحط الفانيل لحتى ما يزنخ البيض عندي. عم نشوف مقادير الباف بيستري عم تمرق قدامنا على الشاشة، وبنرجع بنشوف مقادير الكيك بالمايكروويف. طيب هون نحن حطينا البيض، رح ضيف للبيض السكر، ورح ارجع ضيف كمان عندي حليب البودرة، وايضا في عندي الكاكاو، عنا الطحين. كمان مشاهدينا في عندي بيكنج باودر، وايضا في عندي زيت نباتي، وهون حسب العجينة منحط مي. طبعا حسب ما تتطلب منا العجينة منضيف لها من المي، لكن عم بخلط هيدا الخليط. اوكي، ومنجيب من المي، لكن مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا هيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. هون منحط مي حسب الحاجة. اوكي، بضل في عندي الصلصة، رح احضر الصلصة. انا هي عبارة عن كريمة عبارة عن كريمة فريش بالاضافة للشوكولا، رح ذوبهم على النار مع بعض. نحن هون حصلنا على العجينة، هيدي العجينة صارت جاهزة عنا. رح جيب الكاسات، وأيضا بالكاسات اللي موجودين قدامي بهالشكل. طيب لكن مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا منجيب أيضا. اوكي يلا، هيدي رح احطها بالمايكروويف.
اسرع طريقه بنقدر نحضر فيها كيك بطريقه كتير سريعه لحتى نخبزها. كمان اوكي نعمل الكميه مثل ما شفتوا نحن مشاهدينا قلنا بالعاده باول فقره وبتاني فقره من فقرات رشه ملح بنحطهم باول فقره وبتاني فقره بنبلش بطبق الحلو، ولكن نحن اليوم عم نحضر طبق حلو كثير سريع فمنفوتهم على المايكرويف تقريبا حوالي دقيقتين لثلاث دقائق ونص تقريبا بدهم هالقد بالمايكرويف بصير عندي هيدا طبق جاهز. طيب رح نجي على المايكرويف رح حطهم كمان اوكي بنعمل بعد حبة كمان بنجيب هيدا الخليط مثل ما عم تشوفوا اوكي رح ضيفهم اوكي لكن مشاهدينا حتى اليوم بالمايكرويف بهالوقت رح نبلش ايضا نحضر للطبق الرئيسي، لان الطبق الرئيسي نحن حضرنا الرز وحضرنا الخضار وحضرنا الفريكي وايضا كمان في عندي المغربيه كلهم حطيناهم مع بعض. خلينا نبلش، ارجع ذكر كل المشاهدين لنضموا انه هلا من جديد شو حضرنا بتاني فقره من فقرات رشه ملح. حطينا طنجره على النار في بقلبها زيت زيتون، حطينا جزر وضفنا للجزر ايضا بازيلا، قليناهم مع بعض بزيت الزيتون، رجعنا ضفنا الفليفله الحمراء والفليفله الخضراء والفليفله الصفراء، طبعا رجعنا ضفنا الرز الهندي مع السبع البهارات بالاضافه للقرفه للهيل المطحون. هون في عندي مثل ما عم بتشوفوا رز بالخضار، رح اجي انا ضيف للرز بالخضار في عندي خلينا نشوف شو في هون، في عندي فريكة وفي عندي حبوب المغربية، رح اجي ضيفهم كلهم فوق الرز، يعني صار في عندي رز مع الخضار بالإضافة للفريكة المسلوقة وأيضا عندي كمان المغربية المسلوقة، طبق كتير طيب في بقلبه يعني أخذنا نحن من حصة النشويات، حصة الخضار مثل ما عم بتشوفوا من الحبوب، طبق غذائي متكامل. هيدا الطبق صار جاهز عندي، لكن هون نحن عم نحضر وصفة الرز مع الفريكة والمغربية. رح جيب أنا صحن لأسكب هيدا الطبق، بهيدا الصحن رح حط هيدا القالب ورح جيب كمان طواية أو قلاية نحطها على النار ونحط فيها كمان من زيت الزيتون. لشو زيت الزيتون؟ طبعا بدنا نقلي الشعيرية. اوكي رح نجي لقدامنا نضيف مثل ما عم بتشوفوا لكن مشاهدينا عندي الرز بالإضافة للفريكة، طبق كتير طيب مع المغربية مع الخضار مع الجزر مع البازيلا مع الفليفله الملونه مع البهارات المنكهات الشهيه. طبعا البهارات عندي من سبع البهارات، عندي رشه قرفه فلفل اسود وهيل مطحون، اخذنا نكهه كثير طيبه. طبعا انا وعم بسكب هالطبق بذكر كل المشاهدين اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشه. هون صار عندي هيدا القالب، رح ضيف لهيدا القالب عندي الشعيرية، رح قلي الشعيرية وضيفهم كمان فوق هيدا القالب. هلا نحن كمان مشاهدينا أنا ضمن التحضيرات الأولية اللي حضرتها لوصفتنا لليوم حطيت كمان قلاية على النار فيها أيضا
من سمنه، سمنه طبعا مع الرز بناخذ نكهه كثير طيبه، فحطيت سمنه على النار، ضفت للسمنه بصله مفرومه جوانح، وايضا ضفنا كمان من اللحم الخشنه، قليتهم مع بعض، وايضا حطينا كمان للحمه من البقدونس، وصار جاهزه عندنا اللحمه لحطها على وجه هيدا القالب مع الشعيريه. طيب الشعيريه عم نعطيها شوية لون بهالوقت، منشوف شو صار في عنا مايكروويف، بعد بدهم وقت. هون نحنا منضل نحرك الشعيرية، اوكي رح جيب اللحمة هيدي، اللحمة رح احطها بهالشكل. طبعا هاي اللحمة اللي قليناها، اوكي لكن مثل ما عم بتشوفوا هيدي اللحمة، بضل في عنا الشعيرية. طبعا انا الشعيرية بدي اياها تاخد بعد شوية لون، لحتى تكون اخدت لون الشعيرية بدنا نتوقف مع بريك قصير وبنرجع سوا.